ولهذا اليوم سأتكلم عن واحد هو الأجمل والأرق والأحلى والأندر بوسامته وحلاوته ورقته وعطره، شخصية جليلة رائعة. الرسول قال عنه: ما رأيت في مكة أعطر منه ولا أجمل منه. يعني كان فتى مكة المدلل. طبعا هو كان ابن وحيد لواحدة من كبريات الرأسماليات في مكة، هي خناس بنت مالك. خناس هذه كانت تملك أموالا كثيرة، وكان لديها الكثير من الحشم والخدم. كل هؤلاء الناس يخدمون مصعب بن عمير. طبعا هذا قبل الإسلام، قبل أن يسلم يعني. كان شابا جميلا رقيقا، كان يلبس من الثياب ما لا يلبسه أي واحد في مكة، حتى أسياد مكة، حتى أبو سفيان وغيره وغيره لا يلبسون ما يلبس مصعب بن عمير. كان يضع من العطر الخاص جدا الذي يجلب له من اليمن أو من الهند أو غيرها. كان وسيما جدا، بالإضافة لأنه كان بليغا، كان شاعرا، وكان محدثا. ولذلك كل مجالس قريش كانت تحت في احتفاء كبير عندما يأتي مصعب بن عمير، وسيم مكة، جميل مكة، حلو مكة، معطر مكة، كلها أنيق مكة. لذلك كان له منزلة كبيرة جدا. مصعب قبل الإسلام كانت فتيات مكة يتابعهن ويزحفن إليه، حتى لو سمعنا فتيات مكة سمعنا بأن مصعب سيكون في الحي الفلاني أو في المكان الفلاني، فأكثرهن يخرجن إليه إما للفت نظره علّه يعجب بهن ويتزوجهن، أو يتمنين أو يملأن العين بجماله ورقته وحلاوته ووسامته. مصعب كان عندما يسير في الطرقات يترك عطرا وابتسامة وحلاوة، كان حلوا رقيقا جميلا مؤنسا.